عندك فكرة يا عبد الكريم؟ كان احتفال في إب فتحوا منصة الاحتفالات. عيد الوحدة، عيد الوحدة بس. أيوة بالضبط، متى كان؟ في 2005 ولا 2007 ولا 2009 بالضبط؟ خير الأمور؟ يعني أنت أنت أنا أقول إنها 2007. 2007 يعني تتذكر الاحتفالية، كنت موجود في إب أنت في هذاك الوقت. ايوه رقم اثنين، رقم اثنين. انت كنت موجود هناك يعني في 2007 موجودين موجودين وشاركنا، موجودين وشاركنا الاحتفالات. اذا اجابتك نثبت الاجابه الصحيحه لعبد الكريم، الف الف مبروك يا عبد الكريم، فزت معانا بجائزه قدرها 100 دولار، تستاهل يا عبد الكريم.